بمناسبة اليوم العالمي لأمراض الغدة الدرقية، نظم أطباء السكر والغدد الصماء بالمستشفى العسكري عددا من المحاضرات المتخصصة، وذلك في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية للتوعية بأمراض الغدة الدرقية وطرق علاجها. ملتقى طبي جمع عددا من المختصين في مجال الغدد الصماء وتحديدا بالغدة الدرقية وأمراضها المختلفة، حيث يلتقي المختصون ليتبادلوا خبراتهم في هذا المجال. طبعا اليوم هو 25 مايو، تحتفل العالم باليوم العالمي للغدة الدرقية، وهو لأهمية هذه الغدة وما لها من تأثير على جميع وظائف الجسم، الوظائف الحيوية في الجسم وأعضاء الجسم الأخرى. غرضنا كان من التوعية في هذا اليوم بالغدة الدرقية وأمراضها، وظيفتها، طرق علاجها. وإحنا قمنا في المستشفى العسكري ببحث، كان نتيجة البحث أن تقريبا 20% من البحرينيين مصابين بخمول الغدة الدرقية، وهذه نسبة جدا مرتفعة. فهذه خلانا نركز على هذه المجموعة منهم، لأن الغدة الدرقية مهمة للحامل وللطفل، لحتى تكوين دماغ الطفل، نمو الطفل، وفي نفس الوقت للحمل وللأم وللطفل. فهذه خلانا نركز في اليوم، في اليوم التوعية لهذه الفئة من الناس. وفي بشكل عام تكلمنا عن أمراض الغدة الدرقية وعن علاجها وطرق علاجها بشكل عام. بالنسبة لأمراض عصور الغدة الدرقية، أسبابها متعددة، منها عدم وجود الغدة الدرقية كعيب خلقي، أو أنها تكون موجودة ولكن في مكان خطأ غير المكان الصحيح، وبالتالي فإنها لا تعمل بالطريقة الصحيحة، أو أنها تكون موجودة ولكن هناك مشكلة في أفراز هرمون الغدة الدرقية الذي يسمى هرمون الثايروكسين. فمن المهم لنمو الطفل بالطريقة الصحيحة، وخصوصا نمو العقلي للطفل، التشخيص المبكر لهذه الأمراض. هذه الفعالية التوعوية سلطت الضوء على طرق توعية أفراد المجتمع بالتفاصيل الدقيقة لهذا المرض والأمراض الأخرى التي قد يتسبب بها في حال الإصابة. مرض الغدة الدرقية على قد ما هو مرض سهل جدا علاجه، سهل جدا معرفة، بس المشكلة إن الأعراض بتاعته بتبقى بتاخدنا لحتة كتير. فهو ممكن تلاقي إن في واحدة ست عندها مشكلة في الخلفة، ممكن تلاقي إن في عسر في الهضم، تلاقي زيادة في الوزن، إحساس باكتئاب، حاجات كتيرة قوي. فبتخلينا إحنا كمشغلين في الميديكال فيلد ممكن نروح إن هل ده عيان عنده سكر، هل ده عيان عنده ضغط، فلازم إحنا نطور من نفسنا، نتعلم أكتر، لأن هو باختبار بسيط جداً لتحديد الـ TSH والـ T3 والـ T4 بنقدر نعرف هل العيان دوت أو العيانة ديت عندها قصور في الغدة الدرقية. إلى ذلك خلصت الدراسة الحديثة التي قدمها المستشفى العسكري عن نسبة المصابين بأمراض الغدة الدرقية في المستشفى، حيث بلغت 20% مقارنة بالدول الأخرى. ومن هذا المنطلق يطالب القطاع الطبي المجتمع بضرورة الالتفات إلى هذا المرض وعلاجه لتجنب آثاره السلبية على المجتمع. جمع من المتخصصين في أمراض السكري والغدد الصماء طرحوا العديد من المواضيع التي سلطت الضوء على أمراض الغدة الدرقية وسبل علاجها وآخر التطورات والمستجدات العلمية في هذا المجال، كما ركز المتحدثون على أهمية التوعية المجتمعية بهذا المرض. خولة الجرينيس لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.